يقولون أم محمد مرة محمداوية عتها ابن اسمه محمد حطوا بقرية فصار عليهم سطو مسلح فمحمد هو أبو البيت لزم بندقيته وركض ورا الحرامي فالحرامي صار أسرع من محمد سحب مسدسه ورمى محمد فأم محمد شالت البندقية مال ابنها وطقت الحرام وطاح الحرام والتفتت على ابنها قالت لي يا محمد قبلك زتيته. ثاني يوم وقفت قبال التابوت وقالت لي قعد خد أمك طين عليه. المتسابق عقيل العبساوي من محافظة المثنى المتميز بطوره الخاص الحجيمي والذي راق للجنة منذ المرحلة الأولى فاختاره الشاعر محمد المياحي ليكون ضمن فريقه. لجنة كريمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الباحة سولفنا بالعبس احنا مو؟ اي العبس القبيلة العشيرة اللي طت أكثر من 2000 شهيد. توكل والله ابو مسلم توكل والله. من يا محافظة عقيل؟ انا عقيل العبساوي محافظة المثنى. والنعم وثلث انعام. عفوا منكم الله يسلمك. توكل والله عقيل. اقول عقب عين الكفيل وعقب عين حسين. عقب عين الكفيل وعقب عين حسين نعمت عيني يا زينب لليسر تمشين. نعمت عيني يا زينب لليسر تمشين عقب الخدر ذاك بهزل تردين. عقب الخدر ذاك بهزل تردين مو هين على اخوك قبالهم تبكين. مو هين على اخوك قبالهم تبكين ها انت الهزيت عروش الظالم. ها انت الهزيت عروش الظالم ظليت مايل صوب وصوب انت الهزيت عروش الظالم. ظليت مايل صوب وصوب انت الهزيت عروش الظالم. الله 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 اخوكم عبد القادر. الله 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 الله. أقول يا من رديت يوسف للنبي يعقوب. يا من رديت يوسف للنبي يعقوب أريد ابني ترد أصواب ما مصيوب. أريد ابني ترد أصواب ما مصيوب ساعة وبصبرها مثل صبر أيوب. ساعة وبصبرها مثل صبر أيوب. ها شلون بحال امك بغيابك. ها شلون بحال امك بغيابك والله يساعد قلب حسين. شلون بحال امك بغيابك والله يساعد قلب حسين. شلون بحال امك بغيابك. تسلم تسلم رب يسلمك استاذ علي. اقول لو انت نعاد يا الطف والحشيد موجود. حلو. لو انت نعاد يا الطف والحشيد موجود يريد جود الكفيل وما تطيح زنود. الله الله. يريد جود الكفيل وما تطيح زنود ولا راح العليل على الحزن. ولا راح العليل على الحزن مقيود. ها نقطعن الحسين وزينب. ها نقطعن الحسين وزينب دون زنود ابن الكرار. نقطعن الحسين وزينب دون زنود ابن الكرار. نقطعن الحسين وزينب. احسنت خالي عقيل حسن العبساوي. احسنت الله. طبعا زوان قبل لا تقل لنا لا تأشر بقلمك اللي على المنصة. بقلمي أشر عقيل يمك. الله يحفظك. الله يذكرك. الله يذكرك. ممنون. هذا شرف لي. بس حكى بطريقه الرباط يعني ايه؟ اشوفها مختلفه مو؟ لا هي لا هي طريقتهم سيد. لا يعني قصد طريقه فرات لو شنو؟ لا بنحكيهم ذولا خاصه بهم. هاي خاصه. هاي مو فراتيه. هاي يسمونها حزام؟ يعني
لا هو الحزام لا الديوانية يعني الديوانية ما تربطهك الرباط ها اي يعني هاي خاصة بس للسماوة هاي خاصة للسماوة وبنحكيهم بالتحديد وبنحكيهم هي فرا شو اسمه فراتية بس يختلفون عن هسه خالي انت بعد كلهم ضغطوا لك وانت براحتك يا تختار اختار بعد هو ظلت يم انت براحتك وانا اتشرف لا لا تشخص لا احنا نتشرف بيك والله العظيم واللي ضغط لك بالبداية احتراما لعمرك وتقديرك هو اخونا الكبير ابو عباس المياحي يستاهل بعدين سيد علي الميالي بعدين اني بعدين اخوي سيد لؤي الله يعزك قياسا علينا بالاول بالاول علينا فانت انت مبدع عقيل انت مبدع انت مبدع ولا تتقيد بينا انت لمحمد وكل احنا واحد موفق موفق حياك وتاج راس انت ابو عباس هاي ويا ابو عباس موفق موفق الله يستاهل موفق طفق قلبك هاي موفق ويا ابو عباس موفق أبو عباس المياحي اختار عقيل حسن العبساوي محمد المياحي المرحلة الثانية والتي اختصت بالارتجال حيث يرتجل المتسابق والتي أبدع بها عقيل العبساوي ونال استحسان اللجنة حي الله ابن حكيم الله يحييك السلام عليكم عليك مية هلا بعقيل ورحمة الله وبركاته هلا بالعباس أقول عصات موسى شطرة النيل وعصات موسى شطرة النيل مسلم طلع مسلم طلع كان طلعت سهيل خوش وطلعت سهيل طلعت سهيل يجفل النوق وخلى بجثثهم تعثر وخلى بجثثهم تعثر الخيل وخلى بجثثهم تعثر الخيل بالكوفة بالكوفة طق بركان لا سيل خوش وصار النهار بجيشهم ليل ها انت لحطيت الجيش بهاون ها انت لحطيت الجيش بهاون تطحن وين كبار القوم انت لحطيت الجيش بهاون تطحن وين كبار القوم الكوفة طق بركان لا سيل وصار النهار بجيشهم ليل الحطيت الجيش بهاون وعصات موسى شطرة النيل مسلم طلع كان طلعت سهيل وطلعت سهيل الجفل النوق وخلى بجثثهم تعثر الخيل بالكوفة طق بركان لا سيل وصار النهار بجيشهم ليل انت لحطيت الجيش بهاون تطحن وين كبار القوم انت لحطيت الجيش بهاون عافية عقيل الله كمل اقول يردون راسك قوم يردون راسك قوم يا حيد سلسيفك سلسيفك عليهم يا صنديد مالك معين ومالك انصار قاتل لحد ما سيفك يبيد لا قاتل لحد ما سيفك يبيد طب طب يا صقر وتخير وتخير الصيد اسمع الخيل وتسمع الويد ها برزي ذراع الما يتقابل ها برزي ذراع الما يتقابل واكسر راس اللي يقرب ليك بسير برزي ذراع الماء الراس اللي يقرب ليك إيه الراس اللي يقرب ليك العبساوي من برزي ذراع الماء من فريق محمد المياحي نختار موضوع اللي مختاره محمد المياحي محمد المياحي يقول خالك لو زعل وي أبوك خالك لو زعل ويا ابوك الموضوع امامك و خالك لو زعل ويا من الصير
هقول إلي ثلثين بيهم حسبة الرماح إلي ثلثين بيهم حسبة الرماح إلي والحمل بيدك يا بويش ما يصير صياح إلك فدوى خوالي إلك فدوى خوالي ولو أن صوته صاح ها هالخال مثل الوالد وما نرضى على الشيء بيعيل الخال مثل الوالد ما نرضى على الشيء بيعيل الخال مثل الوالد تقوى الخال عندنا مدلل الله يوفقك عقيل العبساوي اكو ملاحظات ما عندنا ملاحظات عليه بس مولاي اذا تسمح لي عندي مداخله عندي هوسه اشارك بس انا عندي ملاحظه مطول السيد اخواني ترى الهاون ما يطحن يدق ما يطحن فدوا روح لكم يعني الهاون يدق ما يطحن لا حد يقول لي يدق الحبه ويسوي الجواز استاذ ايش يصير غير يصير طحين لا لا احنا خلنا نكون واقعيين واضحين جناب السيد خلنا نتناقش الهاون يدق دق عزيزي ليش دق هو دق ما يخالف دق بس بنت ايش هو دق قهوه القهوه صارت طحين سيد بس انا في دق والله نفس المعنى انت معناك واضح وصحيح كلامك ومنطقي بس ما عزيزي يصير اقول اجيب المروح حق ربي ما يصير يا عيني ما يصير سيد الطاحونه واحد والهاون واحد بس احنا خاف نحشو هم ما ترضون يلا خاف تنزعجون علينا ابو مسلم عندك مداخله معروف يلا ابو مسلم شو تريد استاذ ابو عباس محمد المياحي عيني لك اقول وحق الذريات وسيف ابو الحسنين خوش وحق الذريات وسيف ابو الحسنين على الحد يا محمد طحوا النلفين والله طاحوا على الحد يا محمد طحوا النلفين على الحد يا محمد طحوا النلفين وشدوهن بالصناجر للعدو منادين خوش شدوا شدوا بالصناجر للعدو منادين ابن عامر جبيلك وين ويهك وين ابن عامر جبيلك وين ويهك وين ها احنا لحطينا الثاي على الحد اي عز الله وعقلناهن بعقالين احنا لحطينا الثاي على الحد عفيه موفق عفيه عفيه عقيد موفق نجمي والله تاج راسي هلا الله يسلمك يحفظك انتظر النتائج عقيد ان شاء الله بنهايه الحلقه الله يعزك الله يعزك عبوره للمرحلة الثالثة وهي الاستنباط بآية قرآنية أو حديث شريف أو مثل وكالعادة كان إبداع العبساوي محط إعجاب الجميع أهد على الحبار يرد لباقي شهر صيد أهد على الحبار يرد لباقي شهر صيد يتعنها عن ويجيبها من بعيد يجيب منابلة يلسمها حيل مجيد يجيب منابلة يلسمها حيل مجيد ها ها طيور الناس بصيد تعاود ها طيور الناس بصيد تعاود وانا يدور لهم راسين طيور الناس وانا يدور لهم راسين اهلا بيك حلو هلا ابو مسلم راقط الدنيا وحذرنا بها مراسين خوش راقط الدنيا وحذرنا بها مراسين وابعد عنه والنزوات يا ابن الطين اي أيوة والله حلو وابعد عنه والنزوات يا ابن الطين
إيش ما طال الدهر محسوب لك يومين إيش ما طال الدهر محسوب لك يومين بيومك موش تبطر تنسى ربك وين لا كان لك لا تبطر بيومك موش تبطر تنسى ربك وين الصبر لليوم يلاقي شر قلب الحسني الصبر لليوم يلاقي شر قلب الحسني ها بيومك لا تنغر يا ابن ادم ها بيومك لا تنغر يا ابن ادم واصبر من تميل عليك بيومك لا تنغر يا ابن ادم واصبر من تميل عليك بيومك لا تنغر يا ابو عبيه حافتني الدنيا وصار راي الحوف ها نوبة حوف الله حافتني الدنيا وصار راي الحوف وقالت يا البصيص جايبك للشوف شنك موش مطي الزبل معروف فوق الصوف راح النقص من الصوف شنك موش مطي الزبل معروف وفوق الصوف راح ينقص من الصوف هاي الزة ترد بشياهك هاي الزة ترد بشياهك ليش تضيع راس المال الزة ترد بشياهك ليش تضيع راس المال الزة تسلم تسلم عافية الله يعافيك بنحكيها مسيد يعني نعم انا سيد علي هو ابو عباس اي وانا ارجع لابو عباس بس انا حاكيك لان انت فرات اوسط اي ذولا حصتي بس ابو انا مولاي بس من رخصتك ها 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 شان تريد الحق يا محمد ها ها شان تريد الحق يا محمد نص علينا ونص عليك شان تريد الحق يا محمد الله سيد علي بنحكيهم احنا سبق لنا انهم لذة بالهوس يعني انهم خاصيتهم وهوستهم بس عقيل شفته مو مثل يعني حسين او غيره من بالحكيم ثلاثه ويربطون عقيل شفته قام يزود يدفع يصير اربعه خمسه هم هوستهم مغمور. هوستهم مرات ثلاثه مرات اربعه يهوسون مضمون اي مضمون الهوسه فذولا ذولا بنحكيهم معناها ها يعني حتى يوصل للنقطه اللي يريد مال المرضى جزء بجزء وخروف ما تجي بالقافية فدفعها دفعها عدي الكعبي الله يوفقك ربي يعزك أبو مسلم موفق سيد لوي أبو مسلم وفق الضوابط شلون؟ وفق الضوابط كلش كلش وفق الضوابط للأمانة أبو عباس زين أنا قبل لا يروح أبو مسلم أريد هوسة من هوسات من حكيم على الساتر يعني بالجهاد إذا تقدر إذا تتذكر إذا تحضرك تحضرك ما تحضرك خذ راحتك لا أنا عجبتني مرة يمين ما موسى بن جعفر هو سوى بن حكيم قالوا لو بيامك طلعناك الله يشهد يا الكاظم يقول موسى من بن حكيم يقول ناس تدق الصوايا وناس تتربط ناس تدق الصوايا وناس تتربط واحنا للعراق نفصل ومرقط الله نريدك دوم عالي على العقل تنحط الله ها والله يشهد ما ننزع هاي البدله وداعش بيك الله يشهد ما ها اشبقك يا عراق وكثره بيك جروح الله اشبقك يا عراق وكثره بيك جروح يا من هوش العظام وظل بس الروح الله ويا اول شهيد ومن يدي مذبوحه هات المذبوح بسيفك هات المذبوح بسيفك يا المحرابك منك بيك انت المذبوح بسيفك موفق موفق ان شاء الله موفق مجنون عقيل ابو مسلم موفق هلا خذلاتك ابو مسلم مجنون you
المرحلة الرابعة فهي استنباط معد من قبل اللجنة حول العفة أو الأمانة، والذي أبدع بها العبساوي مرة أخرى. لولا العفة شا يوسف قميصا قد لولا العفة شا يوسف قميصا قد من سدرة من سدرة ولا شفنا الطفل يشهد. عفيه عفيه. وهاك أعظم مثال، هاك أعظم مثال بعفة يتمجد زينب زينب والسبل بقلوبنا تخلد. وهاك أعظم مثال، هاك أعظم مثال بعفة يتمجد زينب زينب والسبل بقلوبنا تخلد. يمشن عفتين يمشن عفتين بجي الشوفر مد. الله ها ها لعفة بشيل الزينب لاذت. ها ها لعفة بشيل الزينب لاذت. شاف الزينب ستر القاع العفة. الله 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 الله. مشكور يا عقيل، مشكور يا عقيل. عفية عقيل. بعد الله بعد الله عقيل شال الزينب كشخ العفة بينا وبينا صارت شيخ. نعم كشخ العفة بينا وبينا صارت شيخ. اشقد على الجبل لكن احذاها طخيخ. ايه حلو. لكن كشخة برحمة وعلت للمريخ. وبطرف خيمة العفة العفة صار الصيخ. الله الله. وبطرف خيمة العفة العفة صار الصيخ. ها ها العفة ببيت الزهر اندقت. الله. ها العفة ببيت الزهر اندقت. عفة وعفة حذا الكرار. الله 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 الله. العفة 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 ببيت الزهر اندقت. عفة وعفة حدا الكرار. عفة وعفة حدا الكرار. كمل. كمل 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 كمل. حلو. اقول لك يا ما تضيع بي. الرواسخ خفاف صارا واحنا حيل ثقال. من ربك عرضها عليهن ورفضان. وانا الفرش تلهمتوني كوسر شيخ. وفي ناجين الهلا قدام هاي رقصن. الأمانة عقال ما شلنا هذا موروس. صحيح. الله الأمانة عقال ما شلنا هذا موروس. الله. ومحمد راسنا الصلى ورا صلن. السبعة وسبعة باسم الخالق الجبار. محمد باسم يونس بالبحر أمن. ها ها السبع قبال يخفن. ها ها السبع قبال يخفن. شلت الما شالت هالقاع. السبع قبال يخفن. الله 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 يوفقك. يعني شو سوي عقل انزالك عقالها. ربي يعزك والله العظيم. نعم سيد والنعم. يعني نعم. يعني يعني مشكله عقل. تعليق روح. ها روح مشكله تعليق روح. لا هو قبل لا يروح ابو عباس. والله العظيم ولا قصب ولد هيك هيك مواصفات مو العرب. اكو شغله سيد لؤيب عقيل. عقيل الطريقه الحكيميه اول هوسه ما هوسه بطريقتهم. اي صح. لان كان بيها فرد نوع من الشجاعه والاباء مو سيد علي. اي يعني شلون ما انت ذيك المره سولف تقول لازم يكون هو الوجه عبوس وكذا وهاي الترتيب مو أي. يعني ما هو سب طريقتهم هذا الطريقه مال بنحكي حكاها حكي والقاء و... ما يراد لها رحمه الله ما يراد لها حج. الله يوفقك. هم ذولا بنحكي ذولا لا عبس. نعم هلا نعم هلا الله يعافيك. ان شاء الله انتظر النتائج باخر الحلقه. حياك الله. هلا هلا عفوا عفوا يا الكرام. ايه لا العفه ببيت الزهره اندقت. دقت عفه وعفه حذا الكرار. عفه وعفه حذا الكرار. عفه وعفه حذا الكرار. الله الله ايه الله يوفقك يا عقيل العبساوي. فهل سيكون المتسابق عقيل العبساوي صاحب لقب مهوال العراق؟ صمم معتمد على ما يكون يفوت واخذ اخر قرار انا
لو نصر لو موت. صدق صمم واعتمد على الماي كون يفوت واخذ اخر قراره لو نصر لو موت. سمع سكنه ورقيه يسولفن مسكوت. دوت نار براسه واحرقت برهوت مكتوف والايادي ما يضل عباس حتى موت ما نام لبتاب.